مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في برنامج البلاد. اليوم حلقه جديده ومواضيع اكيد حيكون في بعض المواضيع الجديده وفي بعض المواضيع اللي تتبع حلقه امس او ملحق لحلقه امس. حنتكلموا في الجزء الاول مشاهدينا الكرام على الضربه الامريكيه لمعسكر او لمبنى في مدينه صبراته وما نتج عنه من مقتل اكثر من 40 شخص، اغلبهم من حسب حتى تصريحات الحكومه التونسيه اغلبهم من التونسيين والجزائريين، وهذا الوكر اللي كان محسوب على تنظيم داعش وانهم مجموعه من ينتبهون لهذا التنظيم داخل المدينه. في الحقيقه طبعا احنا قبل ان نفصل الموضوع اكثر احنا عندنا تقرير نشوفوه ونرجع مشاهدينا، خليكم معنا. قرابة 43 قتيلا من داعش لقوا حتفهم في غارات أمريكية على مدينة صبراتة، بينهم دبلوماسيان من صربيا اختطفا العام الماضي. 5 دقائق صارت الضربة، طبعا من دولا شيء الدنيا كلها نهزت بنا وفتحت بيبان، فتحت الرواشة، تكسر المرش، تكسر البيبان، بيبان تكسر. الغارات الأمريكية التي تعتبر الأولى في غرب ليبيا تأتي تزامنا مع التصريحات السابقة التي أدلى بها مسؤولون غربيون حول عملية عسكرية كبيرة ضد داعش ليبيا، وأيضا مع التقارير التي بثتها 218 عن معسكرات تدريب لداعش في مدينة صبراتة والتي أنكرها فيما بعد المجلس البلدي بالمدينة. وفي ذات السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر غربي أن الغارات استهدفت القيادية في داعش نور الدين شوشام أحد منفذي هجمات المتحف الوطني التونسي باردو في مارس من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، والمنتجع الساحلي في سوسة في يونيو العام 2015 وراح ضحيته 38 قتيلا. وحول المجلس البلدي صبراتة فقد قال أن الغارات كانت دقيقة جدا وأصاب المنزل المستهدف وحده، كما أثار القصف لم تخرج ولو لمتر واحد عن هدفها. وعلى صعيد متصل أعلن محمد النويلي مدير المكتب الإعلامي في المجلس البلدي لمدينة صبراتة أن المجلس على علم مسبق بالغارات الأمريكية، مضيفا أن هناك تنسيقا بين الجانبين الأمريكي والليبي في محاربة داعش. وبعد العمليات التي نفذها طيران مجهول استهدف داعش في المدن الليبية وبالأخص مدينة سرت، تأتي المرحلة الجديدة في الحرب على التنظيم بشكل علني بعيدا عن الحكومة المنتظرة. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، حاولنا من خلاله أن نسلط الضوء بشكل عميق جدا على اللي صار في مدينة صبراتة من قصف أمريكي، حتى أعلنت عليه الحكومة الأمريكية بشكل واضح وصريح، وبالتالي يعتبر هذه يعني إشارة واضحة وصريحة أن لا قدر الله من المتوقع أن حتكون فيه ضربات جوية قريبة جدا لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي الليبية، وحتى تصريحات الاتحاد الأوروبي تشير إلى ذلك. إيطاليا هي أيضا يعني تلوح بهالموضوع هذا ويقال أنها هي من ستقود العملية من صار ودخلت هذه العمليات قيد التنفيذ. الحقيقة حاولنا خلال أعدادنا لهذه الفقرة من برنامج بلاد أن نتواصل مع أحد أعضاء المجلس البلدي أو رئيس المجلس البلدي لمدينة صبراتة، لكن كل اتصالاتنا باءت بالفشل، والسبب الوحيد رفضهم دخول معنا في هذه الحلقة، ولا أعلم لماذا الأسباب. المفروض أن الصورة الآن واضحة، الطيران الأمريكي شن وضرب معاقل تنظيم داخل مدينة صبراتة، والجدير بالذكر أن في بعض الشخصيات من المجلس البلدي أشاروا من خلال بعض اللقاءات التلفزيونية أن لا يوجد تنظيم داعش داخل مدينة صبراتة، فقط هناك فكر متطرف داخل المدينة، بمعنى أن ما فيش قاعدة ليه داخل المدينة ولكن هناك فكر. كيف جت المعادلة هذه وكيف جاء التصريح هذا هو أيضا إشارة استفهام ويحتاج حقيقة للتوضيح. حاولنا أن نتواصل معهم بشكل مباشر نسمع منهم، في نهاية الأمر هم زي ما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، عارفين المدينة، عارفين اللي شنفها وش ما فيهاش. هل هذا في 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 سياق كامل وتنسيق كامل مع السلطات الليبية، أم أنه جاء بدون علم السلطات الليبية، رغم أنه في بعض التصريحات اللي قالت أنه في علم مسبق بهذه الضربات؟
ايضا الجدير بالذكر ان يوم امس كانت في ضربه حيطيه لطائره مجهوله مش معروفه من وين، ضربت جرافه على البحر، والجرافه هذه طبعا زي ما تشوفوا مشاهدينا الكرام هذه الجرافه يعني حسب التصريحات انها كانت تحمل او تقل مجموعه من انصار او من اعضاء تنظيم داعش، ضربت هذه الطائره هذه الجرافه، وحسب شهود عيان انها تم شافوا حتى الدخان المتصاعد منها، والحدث في حتى ناس قالت انها شافت الضربه بشكل مباشر او سمعوا حتى هذا، رغم انها كانت داخل المياه الاقليميه. حاولنا نشوفوا الصوره وين ماشيه. الفكره في الموضوع ان لما احنا يا جماعه الخير المجلس البلدي سبراتا راهو احنا في خندق واحد، لما نتكلموا على مساله معينه او امنيه معينه احنا محتاجين نتواصلوا معاكم ونسمعوا منكم ونفهموا من ايش صاير وش صاير، حتى اذا كان فيه اضرار بشريه لا قدر الله مدنيه او اضرار في البنى التحتيه ايضا حتى نبغى نعرفها. فهذا السياق اللي الان حاولنا من خلاله ان نشتغل عليه، حاولنا نوصل الصوره. الضربات الجويه تقريبا تجاوز العدد ال 40 42 43 في من يقول اكثر، لكن على الاقل حسب الاحصائيه اللي هي نقدر نقول انها واصله لاكثر الوسائل الاعلاميه، وبالتالي قد تكون المصداقيه لها ان من 40 ل 43 عنصر من تنظيم داعش الارهابي داخل مدينه صبراتة في احد المباني. في طبعا للتنويه ايضا ان حاولنا نتواصل مع المجلس البلدي صبراتة، والحقيقه هم من قبل يعني متعاونين، لكن ما نعرفش اللي السبب اللي خلاهم اليوم يترددوا ويطلعوا معنا. حاولنا نبغى نسمع منهم سواء كان احد اعضاء المجلس البلدي او رئيس المجلس البلدي سبراتا، لكن زي ما قلت لكم ان في السابق ان باءت محاولاتنا بالفشل، واغلبهم اعتذر واغلبهم اقفل هواتفه وحتى في اللي خرج تغطيه. فاحنا طبعا نوجه تحيه لاهلنا في سبراتا ونقول ان شاء الله ربي يحفظهم ويحفظهم يعني من كل شر ومن كل سوء زي ما يقولوا، وناسها الطيبين الناس اللي اهل كرم واهل عز. مشاهدينا الكرام ربي يحفظ ليبيا في كل مكان. فاصل والجزء الثاني من البلاد، خليكم معنا. محمد العماري فتح المسجد جابه مهدي البلاطي باش يديروا فتنه في الجيش. مهدي البلاطي جيت انا قلت له ما تخشش، ولاد عمي يقرب واحد يناجي جيب فايز الله جبت له ثلاث اسماء تجاوز لي بيهم، ولكن الفتنه ما تمشيش ما تخلصش. عبد السلام عبد العاطي قال لي نحن مع الجيش ومع حفتر واللي مش عاجبه يرضى. نحن داخل الجلسات يقولوا بركه طيبه في المسجد وبركه الحمراء. اللي يزرع لي طيوش قال لي يقول بركه واحده لا زرقاء لا خضراء، واللي مش عارف ايش يقعد يلا خلاص. نحن المجلس الرئاسي انا نقول لك زملائي ان شاء الله ربنا يوفقهم. كان عطاها من البرلمان ثقه خذ مننا كلاب وعدى وخدم. انا لن نكون ما نكونش انا كلام مبرر لك. ولا يمكن المجلس الرئاسي ولا الحكومه اللي معاه يضحوا بنغازي وبعهد من اهل بنغازي وانا عارف ناس واجد. لا يمكن ان يقبل المجلس الرئاسي وحكومته. انا تعمروا علي الجيش يخدموا ضده يخدموا له بمثل. نحن ما نش متفاهمين. شكلوا الحكومه وجوا فيها هنا. الان يوزعوا في وكالات وزارات باش ياخذوا يشروا ضمن بعض النواب. فليمشوا بعض النواب. انا نائب رئيس الوزراء. لي الشرف ونمشي يستقبلوني بالحمر بالفرش الحمر بالسيارات وكل شيء. لكن الموضوع اكبر منا نحن واجد. الموضوع اكبر منا نحن بواجد. العماري وكجمال يلعنوا في الجيش مش محترفين به ويقولوا نصدروا قرارات. في واحد رئيس افكار نصدروا قرار من عشان ونحن الجيش والجيش هذا من جامع. نحن ان شاء الله اللي ساعد ربي. نحن فيها جلسات ومشيات. بتؤامر علي لكن ما تهمش. والله اقسم بالله بنغازي ما تدخلها حكومه وانا على قيد الحياه. لعند تفاهموا في بعضنا. نحن مالناش متفاهمين. نحن الوزارات اللي يحكي لي يقول لي نحن انا جاني واحد اسمه صالح خطاب غادي ومعاه مجموعه يقول لي انت تهمش في الحرامي وانت لقيت خاش عن طريق الاستخبارات وساكن معي في الفندق. قلت له اي استخبارات؟ قال لي نحن بمفتاح دخيل وزير الدفاع. قلت له عدي شيله صنعني. قلت له عدي وفتح المجد قال له مبروك محطه.
قلت له في عقولك كيف خلاص قلت له تعال حسبني لا بعد سألت عليه قلت له جايبة فتح المسجد وهو اللي سهل الأمور وحجزها وخلوا جايبة لي غالي قلت له أبوه يقول مهدي مرة في بدور فتنة بعد مرة ولد عمي لا ما يجيش لعن طيحي لا ما يجيبش حد أخر فايز قلت تركي جبت لك ثلاث أسماء مفروض الجيش نشاور فيه هناك ما يشاورش في حد أخر لا حول ولا قوة إلا بالله. قداش مغازي بتتحمل وقداش الوطن هذا بيتحمل وقداش كلها تحلف وكلها ما يخش حد إلا باسمي وما يدخل حد إلا باسمي. إن شاء الله خير يا الوطن وخلاص. يعني الواحد والله يتألم لما يشوف صورة زي هذه. لا إله إلا الله وخلاص. لا إله إلا الله هذا الواحد اللي ما عنده ما يقول. طيب خلينا نشوف الأشاوس والرجال التريس اللي تفعل في الميدان. بيان قوات الجيش الليبي في مدينة الجابية وإعلان تحريرها شوفوا تعلن القوات المسلحة العربية الليبية عن تحرير مدينة الجابية وضواحيها بالكامل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب من الجماعات الإرهابية وتبييدهم خسائر في الأرواح والعتاد وأسر عدد كبير منهم وقاداتهم والآن مدينة جدابية تحت السيطرة مدينة جدابية تحت السيطرة الدولة الليبية ونترحم على الشهداء ونسأل الله أن يشفي جرحانا كما نشكر القوات المساندة للقوات المسلحة من المتطوعين ونطمئن أهالينا في مدينة جدابية إجدابية الكرامة إجدابية الكبرياء إجدابية العزة بالأمن والأمان كما تم تلقين جماعة الإرهابيين درسا لن ينسوا في مدينة إجدابية ليكون عبرة لمن يحتمل كما نشكر القائد العام على موقفه الجاد اتجاه مدينة إجدابية اليد الوحيدة التي مدت لنا العون في تحرير هذه المدينة مدينة جدابية وتطهيرها من الإرهابيين تابعنا مشاهدينا الكرام بيان مدينة جدابية وإعلان قوات الجيش الليبي تحرير المدينة من عناصر تنظيم داعش للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الملازم أول محمد بسيطة آمر كتيبة 21 جدابية ملازم محمد مساء الخير أهلا وسهلا بك وحقيقة أستاذ محمد بسيطة احنا سعيدين جدا انضمامك لنا وقبولك دعوتنا في اتصال هاتفي وانت في البيان وجهت يعني لكلمة لأهل مدينة جدابية حتى احنا محتاجين هذا الدعم فشن تقول لنا الله يسلمك بارك الله فيك يا اخي رحب بك ورحب قناة 218 ونشكركم على الجهود المراقبة الإعلامية لقناتكم متابعة أخبارنا أول بأول وأنتم لاحظتم أن هناك مجهود كبير في نقل الحقيقة اللي هي كلنا نحن راغبينها وكلنا نحن نبوها الوضع حال المدينة السيطرة انتشار قوات المسلحة داخلها خارجها وانتشار الشرطة وأجهزة الضبطية المختصة في مبارزة إثبات الفنون الإرهاب والتحري عليهم فأهل مدينة جدابية الحمد لله خذينا يعني فرصة في تحرير هذه المدينة وفي نفس الوقت الفضل الله أن الشباب المدينة أن نحن حاولنا ننصحوا عدم حرق البيوت والسلب والنهب والتهديم والانتقام من أهالي الأشخاص نبحث عن كل من يحمل فكر أو سندهم وبيننا وبين القضاء والقانون لأن الحكم والحمد لله لقنا الدرس واضح كان جميع في 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 ربوع ليبيا للحديين اللي هم الدولة الإسلامية فلن ترجع لمدينة جدابية مرة أخرى إلا تحسب لها ألف حساب فقالت جدابية في مفاتلة الإرهاب
واليوم الحمد لله نظفت روحها أمورها كويسة، تعافت الإرهاب، الآن بدأ الأمن انتشار بوابات جيش والشرطة، ووضعنا الحمد لله ممتاز جدا تحت إشراف أبطال وضباط الكفاءة العالية من الشرطة والجيش، وقل خسائر في المدينة وسع وقت التحرير، وهذا ما حاولنا أن نحن ندعو في تقديمه، ونحن يعني إن شاء الله جاهزين للتحرك في ليبيا عامة مش غير إجدابية يعني. نعم. طيب أفندي محمد، اسمح لي، تنضم إلينا الآن الصحفية سمية شويب، صحفية أصلا من مدينة إجدابية. أستاذ سمية مساء الخير. طيب باين أن المكالمة قد أهلا وسهلا بك أستاذ سمية، أنا سعيد جدا بانضمامك لينا اليوم، ياريت توصينا فرحة الأهالي والوضع في مدينة إجدابية اليوم بعد إعلان تحريرها من عناصر تنظيم داعش. أهلا وسهلا بك كل من يستمع طبعا 2018 وبالمنادي الأول محمد صيد، واللي يمكننا كل الشكر على المجهود اللي بصيره في تحرير مدينة إجدابية من دواعش هذا فواحش الشر والضرب. طبعا الفرحة في مدينة إجدابية لا توصف، هذه الفرحة بدأت من يوم السبت اللي هو تم الإعلان بداية على تحرير حي الجلوز، أكثر الأحياء التي عانى من دواعش وفواحش الظلام أثناء وجود أحد عناصر تنظيم داعش بين بريك مرض بريك المصرية، وقتاله شرس لعناصر قوات الجيش الليبي وكذلك الشباب المتنمين من الجيش من السلفية وشباب الأحياء. ليالي عشت المدينة إجدابية وأيام كانت سوداء على مدينة إجدابية، وأعتقد لازال منها على باقي مدن ليبيا، والآن الحمد تم تحرير هذا الحي. قلنا أن وجود الحي الآن في خطر وجود الأرقام، ولكن تم تحرير هذا الحي، فبدأت الفرحة بتحرير هذا الحي الذي تم القتال فيه شراسة كبيرة جدا من قبل تنظيم داعش، كما أن شباب الأحياء والفلكية والشباب الجيش الليبي لم يكونوا بسذج، كانوا فعلا أبطال في هذا الحي وفطروا محنة فعلا تاريخية في مدينة إجدابية. كيف كان متوقع أن مدينة إجدابية وخاصة الجهة الغربية مدينة إجدابية اللي هي الحي جلوز والحي الصنبور ستأخذ أيام وأشهر، لأن كانت مركز العناصر الداعشية فيها بشكل كبير جدا، ولكن حكاية الجيش الليبي وحكاية من كانوا يقودون هذا الجيش مدينة إجدابية، ولأن غرفة عمليات مدينة إجدابية وكذلك الكتيبة 302 والشباب السلفي كان لهم حنكة فعلا تمكنوا من السيطرة على هذه المدينة في أقل من الشهرين. كذلك الفرحة نجد أن المشكلة تنصف تنزل في الشارع رغم الأزمات الموجودة كان في المدينة، ولكن هناك فرحة كبيرة جدا رغم الشهداء من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم ويرحمهم ويشفيهم الله سبحانه وتعالى، ونعلن عن المخطوفين لدى هذا التنظيم. هناك فرحة كبيرة جدا، فرحة نقول لك الفرحة هذه مرينا بها مرتين لما المقبور معمر. نعم استاذ سمية. وكان لما تحررت مدينة إجدابية وإن شاء الله ربي تحرر جنود ليبيا بنغازي ودرنا وصرت إن شاء الله يا رب. تمام أستاذ سمية، لو سمحتي خليك معايا، نتوجه لسيادة الملازم أول محمد بسيط. سيادة الملازم محمد، الأصداء الآن اللي وصلتها الآن للسادة سمية لقوات الجيش الليبي، كيف تشوفها؟ كيف يعني كيف نشوفها؟ الحمد لله يعني تفوها هذه صارت من الله قبل ما يكون أي شيء في ديننا نحن. نعم. وهذين كلهم لنا من الله، والحمد لله اللي قدرنا عليها الشيء هذا يعني. ونحن الآن مرانا جاهزين على 24 ساعة ونكون لنا في المغازي سرت إذا سمح لنا القائد العام بأي اتجاه، فنحن على طول نتجه، نحن جاهزين ونضرب الاستفادات، وحيي كل من قدم لنا دعم اللي هو المعنى والمادي والذخائر وكذا جميع الجهات ونشكرهم يعني. وكان الدعم الاول والرئيسي وهو الاول والاخير واللي مدت لنا اليد العونيه القياده العامه.
نعم. طيب يبدو ان الوضع تحت السيطره رسمي افندي محمد، والدليل ان سمعنا ان فيه هناك قوه كانت للدعم لمدينه جدابيه رجعت اليوم للمحور الغربي في مدينه بنغازي، مش عارف المعلومه اذا كان تاكدها. نعم، قوات مسلحه ضد الاسعاف اول باول، والحمد لله يعني واضعين خطط عده لحتى يعني ايش المرحله القادمه نحن يعني حاسبينها، يعني المرحله اللي بعد تامين مدينه جدابيه كيف يجيب المطلوب، كيف نتخلصوا من الناس اللي هم مشاكلهم شخصيه النكايه فيهم، يعني يكون واحد يكره واحد يحط دعشه، وكل واحد نحن طبعا عندنا عليه معلومات، لكن اوصي ثم اوصي ثم اوصي بالحرق والهدم مره ثانيه، والحمد لله ان نحن شيء ما تعرضناش، اوصي ثم اوصي ان نحن من المرميين بالذات ان اي واحد يكون عليه معلومه نحن اهل الاختصاص، وكل حد كل حد يعرفوه ماذا قدم للارهابيين حتى قصد الميت. نعم. يعرفون كلهم جميعا، وفي ممكن اللي تو تشوفوا فيهم يمشي عادي ولا برياحيه ولا قاعد صادق، نحن نعرفه حتى وين قاعد. نعم. فاوصيهم بس انما يكونش في عمليه ضوئيه او كذا، فالحمد لله الامور تم التعافي اول باول، ومن يتحرك باسم الاحياء او المتطوعين او غيرهم او القوات المسانده، او يقول احنا كرامه او نحن درنا او على كذا او دار اتجاههم خطا حنحاسبوه، هذا ما فيش كلام، لكن احنا كجيش وكشباب مساندين نظل موجودين معنا على نفس المنهج، لا الخراب لا الدمار، تكون المدينه عامه نحن يعني هذا ما ادينا له وهذا الصوره معاهم، فما عندنا كانت ابناء او غيره او اخوه او غيرهم نحن نحسبوهم هم، ونعرف نحسبوهم تاخذنا نحن الخاصه، اما غير ذلك ان شاء الله الامور تصير على ما يرام، يعني وانا بشركم يعني جدابيه ناس واعيه والحمد لله يعني حرت نفسها اللي بروحها تكفي واشتغلت شغل كويس. نعم. ما نقدرش نشكر جهه معينه باش ننسى حد ثاني. نعم سادة سمية، لو طلبت منك توصي لي الوضع الإنساني الآن في المدينة يعني بأكثر وضوح وأكثر عمق إن سمحتي. طبعا الوضع الإنساني الآن في جازية نعتبروه العديد من الأزمات في هذا، طبعا في المدينة الأزمات من كل شيء، بداية أو أهم هي أزمة السيولة للناس، طبعا الناس تعتبر غير متوفرة في المصارف، طبعا لازم التعقيد البنزين الإيراد، ولكن كل هذه الأزمات مع فرحة التحرير يراها الناس بسيطة، رغم أن نحن كان في القناة كان نشد أن يكون في مجلس البلدي في لجنة أزمة لجنة أزمة المدينة، لأن الأزمات خانقة للناس خاصة الأزمات المادية، لأن أغلب الناس هم موظفين أو معلمين أو أطباء، يعني يتقاضون مرتبات يعني ليس ضد التجاره واثناء الحره، كما نعلم اغلب الشعب الليبي يعتمد على المرتب او على المعاش، يعني من اسمه معاش مش شيء يلا يكفي المواطن، وهذا المعاش غير موجود في المصارف، غير موجوده، واغلب المصارف مقفله باستمرار بعدم وجود السيوله فيها، مرتبات ما زالت المصارف موجوده السيوله، والاسف ان المجلس الحكم البلدي زي بلديه الشاذيه لم يتخذ اي اجراءات ولم يقوم باي حلول او لم يتعاطوا على المشكله او يقوم حتى باجتماعات لحل هذه المشكله، بالعكس نرى فيه انه هو تنصب حتى من النصب في مدينه الجدابية، لان الناس عنده حتى تبريكه للشارع الجدابي بهذا النصب الذي حققه قوات الجيش الليبي وشارع المساندين له الثلاثيه، لم تعمله حتى هذه التبريكات او التعزيات لهذه الشهداء، تنصل من كل ما يحدث في مدينه الجدابية، فالازمات الان ستزداد، يعني مجرد من المجلس الذي وضعنا فيه الثقه وانتخبناه تنصب من هذه الازمات بالمدينة، كان سؤال مهم جدا، من سيقود المدينة بعد أن وصل؟ وكذا منع منهم أي بادرة. نعم. كانت الآن في فرحة النصر أم أيات الاشتباكات والحرب في المدينة الجديدة لم نمنع منهم أي بادرة، كانت سواء بادرة سلم أم غيرها لم ننشر، فالآن سؤال ثاني من سيقود المدينة الآن بعد هذه الفرحة؟ إلى جنب الوضع الأمني اللي فعلا هو آمن والوضع الإنساني سيكون إن شاء الله بخير،
اكثر امانا. الان حتنطلق المدارس مدينه الجديه وتم الاعلان عليها من مكتب التعليم مكتب قطاع التعليم في مدينه الجديه ان ستكون المدارس من الاحد القادم 28 فبراير، فهذه دليل على ان المدينه ثانيه، ولكن نعم يظل الوضع الانساني كما قلت هو صعب في هذه المدينه، خاصه ازمه السيوله خانقه جدا اصبحت. نعم سيادة الملازم محمد، يعني هل تم القبض على اعداد من عناصر تنظيم داعش، او فروا اولاده بالفرار، او مات من مات؟ يعني عدد الارواح تاعهم، وبالنسبه للشيء الاخر هو الاسرى حتى وعدد كبير من الساعه نمسكوا في التاية اللي خارج المدينه يجري نزلنا نقبض عليهم، فعددهم يعني كبير، يعني موجود سوء من اجانب سواء من اللي هم فارقه او الاسيويين او غيرهم بصفه عامه، والليبيين ومن للاسف حتى بلد من مدينه جدابيه حتى كبر، وفي منهم حتى يعني قاده رئيسيين لهالجماعات الارهابيه، وعقد حليناها الحمد لله، يعني اللي ما عرفت حتى مفاتيح ابواب مدن اخرى، يعني كيف يكون اتجاهنا للفرد او بغازي او غيرها، وشنو من يدعم، كيف نقضوا على الدعم تاعه. فالحمد لله يعني جميع الامور بدات تنحل قدامنا فضل الله ومنه. يعني نعم، هل تم التحقيق معهم سياده الملازم مع اللي تم اسرهم اللي هم الاجانب زي ما ذكرت حضرتك؟ واذا كان تم التحقيق معهم، اهم سؤال الان شنو جايين يديروا هناك؟ يعني شنو السؤال اللي جابه منهم؟ اللي كان طبعا تحقيق دولة يقولهم الإسلامية والإسلام منها براءة، إذا كان يعني زي واحد من قادة أساس ليش قال نحن اللي بالدولة الإسلامية وكذا كذا، لا صلاة صلوا، إذا كان زكوا إسلام سيموا جميع الفروض اللي تدفين أنت نحن ندير فيهم تزيد على شيء. نعم نحن ضباط مكلفين ونشتغل، ليش لازم تدفن في الناس؟ أنت شو جاي تدير من أفريقيا عن الدنيا يعني. نحن طبعا في من مال وفي من عقيده، للاسف اللي بتاع العقيده هذا اصعب شيء، انك تقاتله وتكون مؤمن بفكر ويحب في الجنه عند يكون قتالك يعني، فهمت؟ لكن الحمد لله بسودنا وابطالنا ضعفين عقيدتهم هم، لان نحن بعد دخلنا او ما دخلنا نحن اغلب الشباب دخلوا من اجل الدين، بس لديننا كيف ما هم يقولوا دين، نحن ديننا نحن حر من يدافع عليه. لا يجي واحد نصراني يدافع قبلي والله يجي طيران غيره يضرب. نعم. احنا بس كان نقصتنا شويه امكانيات في الذخائر. نفس الحتة حتى في حمل البوش، نبو نفس الذخائر بس بتاعت الحتة احنا. وباذن الله حنكون سوا من نفس الفرد. نبو ذخائر والباقي ما عليك شيء. نبو طيران اجنبي ولا غيرنا. نبو ذخائرنا ونبو بس دعم قياداتنا، القياده العامه للجيش الليبي، وما يباقي باذن الله ما ياخذ حاجه. كيف هم يقاتلوا على عقيده نحن نقاتلوا على عقيده. المفسد ما في الامر، المفسد بين الامر انهم يجوا المدينه ينتشر هذا السرطان، يعني بدال انت تقاتل مجموعه بسيطه جايه من خارج ليبيا وتبي تثبت في مدينه ما هذا الفكر، تبي تقاتل في مدينه كامله. انا بعد نبي نمشي مثلا انت شايف سرت عاش نبي نقاتل مجموعه كلون ونخرجها، نلقى سرت كلها مشبعه بالفكر، مشبعه بهذا الفكر، ويكون كل يوم نحن نتعطروا في اتجاه السرت وبنغازي وكذا، يكون المدينة تشبع بهذا الفكر أكثر بأكثر يعني. لكن نعم. إذا حسم هذا الأمر سيرجعوا لعقولهم من كان العصام النصف أو متخاذل أو معهم، ولكن لا يعرف هذا الفكر غرر به. أنا ما نجيش نحسب أبناء جدابية اللي هم يعني في شيء تو خشوا عليه بعد 2011، خشوا عليهم هذا الفكر قبل صح فيه في 97 وغير معروفة جدابية، لكن كان عنده أشخاص معروفين لا يقل عددهم عن 18 شخص. اليوم قدرنا يعني اعداد كبيره يعني من القاطفين تجاوز 250 شخص. لكن لو خلينا هذا الامر باش نحن نرجو طيران غيره يجي والله دوله اخرى نعم. علينا فيكون قاطف في المدينه كلها. يا سيدي الملازم محمد بسيط، طبعا اني اشكرك جزيل الشكر بسيط امر كتيبه 21 جدابيه على كل هذا التوضيح واللي تفضلت به.
طبعا نباركوا لكم ونباركوا لانفسنا كليبيين بهذا الانتصار، وان شاء الله العقبه لباقي المدن الليبيه. شكرا لك الملازم الاول محمد بسيط امر كتيبه 21 جدابيه، كنت معنا من جدابيه. استاذ السميه، سؤالي الاخير ليك، لو حدثتينا على الجانب اللي هو الجانب المهم، المعنويات الناس، وهل بدات عوده بعض الاهالي النازحين للمدينه؟ بالنسبة لمعنويات الناس هي فعلا مرتفعة جدا. عودة بعض الناس اللي هم كانوا في حي الجلون وطلع منا بين الاشتباكات الزائرة، إلى الآن في خوف من عودتهم بحكم أن أغلب الحي اكتشف أنه هو مدفوع في أورام، ويوم أمس تم تقدم أو سقوط 5 منازل لهذا الحي بسبب الأغلاق تفجرت وحدها. طبعا هذه المنازل دون تدخل فيها الهندسة العسكرية، الأمر طبعا يؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص ووفاة شخص. كان هناك طبعا يقول لك الألغام يدر الهندسة العسكرية بدأت تعمل هو من يوم اللي هو صحت أمس بدون يشتغلوا على نزع هذه الألغام، ولكنها وجدت مزروعة في كل الحي بشكل كبير جدا. فنحن نوه على الأهالي في يلون إن هم ما يعودوش الآن على أقل فترة أسبوع أو أسبوعين إلى أن يتم نزع جميع الألغام، لأن أرواحهم غالية علينا. نزع جميع الألغام من جميع البيوت ويتم تنظيفها من قبل الهندسة العسكرية ومن قبل جهاز الكشافة ومن قبل الهلال الأحمر الليبي الذين الآن يعملون على إزالة هذه الألغام. كذلك الناس عندهم بعض التخوف، خاصة أهالي الناس المخطوفين مدينة جدابية الذين وجدوا سيارات أبنائهم المخطوفين في أماكن تواجد الدواعش، هم أيضا متخوفين على أبنائهم لأن مصير أبنائهم ما زال. نعم نعم. الأستاذة سمية شويب الصحفية، أنا أعتذر منك حقيقة على مقاطعتك، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. نعم شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل، بوصلة البلاد من جدابية إلى بنغازي، خليكم معنا. عدنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل من برنامج بلاد اليوم. زي ما تقولنا لكم قبل الفاصل، حنتوجه لمدينة بنغازي. اليوم الانتصارات على كل الجبهات اللي حققها قوات الجيش الليبي تستحق الوقوف عندها حقيقة. هؤلاء الرجال اللي قدموا الغالي والنفيس من أجل محاولة، والمحاولة وصلت إلى نجاح حقيقي، وهي يعني تخليص هذه المدينة من عناصر التنظيم داعش. مشاهدينا تقرير ونرجع وبنتكلم بإذن الله على الجزء الأخير في برنامج بلاد على انتصارات الجيش الليبي اليوم. تابعوا التقرير. لليوم الثالث تستمر عملية دم الشهيد في بنغازي. فبعد سيطرة الجيش في المحور الغربي الجنوبي للمدينة، حيث سيطرت القوات العسكرية على طريق الوادي ومستشفى الهواري وطريق النهر ومصنع الدقيق ومشروع الصفصفة الذي كان يطلق عليه البنغزة اسم مشروع التصفية، نظرا لما وجدت به من جثث لمغدورين على أيدي المتطرفين. في المقابل وفي نفس الاتجاه، سيطر الجيش بالمحور الغربي الشمالي على القرية السياحية والعمارات الصينية وشركة التركية والحليس وبو فاخرة وميناء المريسة الذي يعد أحد أهم مراكز الإمداد للمتطرفين. أما في المحور الشرقي للمدينة الذي يضم بعطني وسفرج والبومبا، يتقدم الجيش ليسيطر على العديد من الأماكن، والمعارك لا تزال بمحيط معسكر 319 الذي يمثل موقعا مهما للمتطرفين، والذي بالسيطرة عليه سوف يتم الدخول بكل يسر إلى منطقة الليثي ويكون سببا مهما لسقوط كتيبة رف الله صحاتي. لم يكن محور سوق الحوت والصابري ببعيد عن عملية دم الشهيد، حيث تقدمت قوات الجيش داخل المحور من مصرف ليبيا المركزي إلى عمارة التأمين ومركز المدينة وصولا إلى داخل مربع سوق الحوت. وحتى هذه اللحظة يجرى اقتحام كل العمارات المقابلة لميدان الشهداء والشوارع الفرعية من عمر بن عاص وباقي العمارات القريبة.
كما تم تدمير مواقع كان يتمركز بها بعض القناصة. أهالي بنغازي لم يكونوا ببعيدين عن ما يدور بأطراف مدينتهم ومناطقها، إذ عبروا عنها بطريقتهم الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا التقرير. طبعا تابعنا التقرير اللي حاولنا من خلاله نفصل حقيقة تحركات الجيش الليبي وانتصاراته على كل المحاور في مدينة بنغازي. تنضم إلينا الآن الأستاذ المحامية تهاني الشريف. مساء الخير أستاذ تهاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أشكرك جزيل الشكر لقبولك دعوتنا وتلبيتك دعوتنا ليك أيضا في برنامج البلاد. يا ريت أستاذة تهاني تصفي لي الأوضاع في مدينة بنغازي بعد كل هذه الانتصارات اللي يقوم بها الجيش الليبي. والله بالنسبة للانتصارات شو بنقول لك، يعني فرحة. كنت هو قدمت جزء بسيط منها هذا أمس في الليل، كانت في منطقة بلعون اللي قريبة من مستشفى الهواري. الحمد لله، يعني هم أقرب ناس للمستشفى الهواري. بالنسبة لبنغازي الفرحة يعني مش سايعة. الناس متعاونة بشكل مباشر مع الجيش بإخلاء الطرق وعدم مضايقة الجيش في تحركاتهم أو سيارات الإسعاف. المستشفيات الحمد لله جميع الأطقم الطبية موجودة بالمستشفيات، متواصلين 24 ساعة. المعدات، الأشياء الخاصة بالجرحى كلها موجودة ومتوفرة بالمستشفيات، وهذا يعني حاجة لأول مرة تصير من 5 أعوام في مدينة بنغازي ينقصها هذه الأشياء. ولكن الناس الخيرة في مدينة بنغازي تقدم وتساعد من عندها في الجيش بالطريقة التي تراها مناسبة كمدنيين وليس كعسكريين. نعم نعم. طيب لو تكلمنا على جانب مهم، هو يعني جانب النازحين. أمس كان معنا عضو من لجنة النازحين تحدث علينا 52 ألف نازح من مدينة بنغازي. هل سنشهد خلال الفترة الجاية رجوع على الأقل جزئية من هؤلاء النازحين؟ سيدي بالنسبة للنازحين أنا واحدة من النازحين، وحاليا موجودة في مسافة لا تبعد عن 500 متر من مشروع الصف، فيعني أنا نازحة وموجودة في محور. نحن لن نرجع إلا بأوامر من الجيش. الجيش هو اللي حدد رجوعنا من عدم الرجوع. مشوار وسط البلاد معروف عنا أن تم ترغيمه بالكامل، وفي خطر على رجوع النازحين إلى منازلهم. لن نرجع إلا بأوامر من القوات العسكرية، لأن نحن ما نبغى نضيع أرواح، ليس خوفا ولكن مش ناقص بنغازي تضيع أرواح أكثر مما ضاعت منها. نبغى نحافظ على سلامة المواطن، بل نبغى نرشد ونزيد من تقديم النصائح والإرشادات للمواطنين أن الفرحة ما تأخذهمش، ما يستعجلوش بالرجوع إلى بيوتهم إلا بعد الإذن، أخذ الإذن من القوات المسلحة ومن صنف الهندسة العسكرية بالتحديد. نعم، الانتصارات حقيقة للجيش أستاذة تهاني في كل محاور، يعني سواء كان المحور الغربي أو الشرقي أو حتى الشمالي وجنوبي، لكن الجانب المهم هو جانب الإنساني واللي يحاول حتى رجالات الجيش أن يعملوا عليه. الأطفال الآن في 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 هذه المحاور كيف التعامل معهم؟ مسألة التخوف والأصوات وإلى ما ذلك. شوف أنا حنقول لك حاجة حتستغرب منها. قسما بالله أنا قريبة من المشروع، ولكن لا نسمع في صوت أي قذائف. هذه حاجة غريبة، أن نحن تأكدنا أن الجيش متقدم، يعني تم خروجهم خارج بنغازي. أنا ما نحكيش على سوق الحوت لأنه صوت بعيدا عن سوق الحوت، نحن نسمع في صوت بعيد، يعني ممكن يكون من المنطقة القريبة من سوق الحوت، ولكن نحن في مدينة بنغازي تعودنا على أصوات أكبر وأقوى من الأصوات التي نسمعها الآن الخفيفة جدا، لأن تباعدت المسافة بيننا وبينهم. يعني نحن اللي نشوف فيه أن هم تموا يخرجوا برا من بنغازي، يطلعوا منها من بنغازي، والصوت يتباعد منا.
ما عادش نسمعوا فيه كيف قبل، يعني تباعد واجد علينا، الا في المنطقه اللي هي مثلا قريبه مثلا كيف سكابلي من محور وسط البلاد، ممكن هم يسمعوا في الاصوات مرتفعه، ولكن مع ذلك يعني كان الاصوات في الفتره السابقه اقوى واشد، وكنا يعني في مواجهات لدخولهم للمناطق المحرره، كانت اصعب مواقف الطفل او العائلات كانت اصعب من الوقت الحالي. اما حاليا يعني بصدق امانه الناس كلها فرحانه، يعني الناس كلها تستنى في لحظه اعلان التحرير. نعم. فمش عاطين للاصوات الخفيفه اللي يسمعوا فيها، مش عاطين اي اهميه. نعم. طيب هذه المعنويات أستاذة هاني اللي تفضلتي بها الآن ووصفتيها لأهل مدينة بنغازي، إلى مدى انعكاس هذه المعنويات على قوات الجيش الليبي، أهميتها في رأيك؟ طبعا قوات الجيش عندنا اتصال، يعني أنا أمس واحدة من الأيام أمس كنت مع السيد سراج الطيرة. يعني كنا نقدم لهم في مساعدات في بعض الاشياء محتاجتها للخنف الهندسه العسكريه، نحن كمدنيين مديناهم بها. فلما تلاقيت معاه حكيت معاه كانت معنوياته، كانت الفرحه مش تيأسه، يعني والله بصدق امانه كان حتى لما نزل من السياره وجاء لعندي نحس فيه وكأن شيء شامره فوق من الارض، ما يمشيش على الارض، يمشي فوق الارض، يعني يمشي في الهواء، كأنه يمشي في الهواء من الفرحه. الابتسامه العريضه اللي علي وجهه كانت هو واصدقائه، على الرغم من انه صنف الهندسه العسكريه يقومون بفك الانغام، يعني حاجه مش سهله، يعني يخشوا مساكين للحوش ومش عارفين شنو اللي قاعد قدامهم لان امكانياتهم بسيطه جدا، ولكن كانت الفرحه سيعاهم بشكل غير عادي. كما نتصل ببعض الجنود، نحن في بعض المحاور لدينا اتصالات، ناس نظلنا لازم نطمنوا عليهم. والله العظيم الحاجه الوحيده اللي يقولون لنا فيها نبوا دعواتكم وادعوا لنا بالنصر، ونحن باذن الله والهاء ومش حنرجعوا الا بالنصر. نعم، يعني نعم. نعم استاذة تاني، معناها بنستفيد اليوم من حضرتك بما انك انت قابلتي قادة المحاور، هل صرحوا لك بمسألة انتهاء هذه العملية في خلال مثلا 24 ساعة او 48 ساعة او اسبوع، بشكل انه قريب جدا انتهاء من عملية تنظيف المدينة بالكامل؟ لا، هم بصراحة هو حتى كنقرني مش هنقول لك، لأن نحن نكون نتحفظ على بعض المعلومات. نعم. ولكن هم بصدقوا أمانة كانوا يقولون أبشروا، يعني في كل خطوة يقولون أبشروا، ويعني تحس من نبرة الصوت، يعني حتى نبرة صوتهم حتى الملامح الوجه تدل على الفرحة. نعم. يعني أنا نقول لك فيه، يعني في حاجة ممكن نقول لك، أنا ممكن الليث يكون مش ليث، البعضني ممكن يكون متحرر بالكامل، بأن الفرحة اللي على الوجه والابتسامة العريضة ونبرة الصوت يعني بتطفو أمانة دليل على أن تشوفه وكأن بنغازي تحررت بالكامل. طيب. يعني نعم. الأمل بالله. نعم أستاذ سمية. بإذن نعم. الله في مدة قريبة جدا. نعم أستاذة تهاني الشريف، محامية من مدينة بنغازي، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مراسلنا محمد المجبري عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي للحديث عن آخر الأخبار داخل المدينة. محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. محمد، إذا أمكن زميلي أنك تتفضل وتعطينا آخر الأخبار والأوضاع في مدينة بنغازي. نعم، الأوضاع في مدينة بنغازي في كل المحاور منذ صباح اليوم، كل محاور بنغازي تشهد اشتباكات عنيفة، ولعل هذه الاشتباكات أدت إلى تحرير بعض المناطق وأيضا بعض المباني المعروفة في مدينة بنغازي. دعنا نتكلم عن هذه التحركات خطوة تلو الأخرى، فلنبدأ بمحور بوعطني. في محور بوعطني تم تحرير مصنع البيبسي بالكامل وأيضا شارع البلاح المعروف في منطقة بوعطني، حسب ما أفادنا به أحد أبناء العقيد ونيس بوخمادة. هذه المعركة أدت إلى سقوط بعض من رجال الجيش الوطني وأيضا إلى سقوط عدد كبير من إرهابيي داعش في تلك
المنطقة. بالنسبة لمعسكر 319 معسكر الدشم، حاولنا أن نعلم أو حاولنا أن نتصل بأحد القيادات في تلك المنطقة، ولكن لسوء الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بنغازي عن ما يقارب عن 60% من مناطق مدينة بنغازي من غير الكهرباء. نعم. فحسب ما تواصلنا بهم الشباب اللي تواصلنا بهم سواء مقاتلين أو أكدوا لنا أن المعارك الآن تدور حول معسكر 319، وأن في القريب العاجل سيتم تحرير هذا المعسكر في أمل في هذه الليلة أم في صباح اليوم الباكر. هذا بالنسبة لمحور بوعطني. نعم. أما بالنسبة أيضا في نفس المحور طريق المطار تم تحريرها بالكامل، وأكرم بوخمادة ابن العقيد ونيس بوخمادة نشر عبر صفحتي عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نشر مقطع فيديو للعقيد ونيس بوخمادة ويتجول في طريق المطار هنا في مدينة بنغازي. بالنسبة لمحور الليتي فهنالك معارك تدور منذ يومين وحتى هذه اللحظة. هذه المعارك أدت إلى دخول قوات الجيش الوطني إلى محيط المعهد الصحي المعروف على الطريق السريع، أيضا مصنع المكرونة المحادي بين طريق المطار وأيضا بين حي قطر والليتي، اشتباكات حاليا تدور أمام المصنع في أمل كما قال المقاتلين من تحريره في هذا اليوم. شارع الحجاز في الليتي هنالك اشتباكات شبه متقطعة في هذا الشارع، وكما أكد أحد الشباب أيضا المطوعين تحت الصاعقة أن الاشتباكات نأمل بها تقدم أكثر وأكثر حول داخل منطقة التي وتحريرها في هذا اليوم بإذن الله. أيضا محور سوق الحوت والصابري ووسط المدينة حسب ما أكدنا أحد المقاتلين أيضا هو القادة المحاور، للأسف لم نستطيع التواصل معهم ولكن تواصلنا مع المقاتلين داخل المحاور، أكدوا لنا أن المعارك عنيفة وشرسة من أجل تحرير سوق الحوت وأيضا وسط المدينة. أكدوا لنا أن قوات الجيش وصلت إلى البوابة الرئيسية لميناء بنغازي، الميناء الرئيسي في مدينة بنغازي، وأن عناصر داعش الآن داخل مربع مخنوقين داخل مربع سوق الحوت، ويتم التعامل معهم من أربع أو من ثلاث جهات عفوا، من مصرف ليبيا المركزي وحتى عمارة الضمان وأيضا باركي حمادة كما هو معروف هنا في مدينة بنغازي باركي الضمان الاجتماعي. هذه المنطقة كلها تم تحريرها، عمر بن عاص والشوارع الأربعة في عمر بن عاص تقريبا تم تحريرها بالكامل. بالنسبة لمحور الهواري تم تحرير كما قلنا في السابق مركز القلب وأيضا مستشفى الهواري، الحي الفلبيني وأيضا مشروع الصفصفة كما أكد لنا العقيد عبد الله الشعافي أن تم تحرير مشروع الصفصفة، ورأينا أيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة العقيد عبد الله الشعافي نشر مقطع فيديو له داخل مشروع الصفصفة وهو يضع راية الدولة الليبية راية نجمة وهلال على إحدى تبات عناصر داعش، ويقول بأن مشروع الصفصفة تم تحريره. نعم. طيب محمد نعم محمد سؤالي الأخير ليك، اسمح لي فقط على المقاطعة. نعم. سؤالي الأخير ليك ويريت بإيجاز، هل ممكن تعطيني إحصائية إذا كان فيه جرحى في قوات في صفوف الجيش الليبي أو إصابات أيا كانت؟ نعم هنالك قتلى وهنالك جرحى، هنالك قتلى في صفوف الجيش الليبي وهنالك أيضا جرحى في صفوف الجيش الليبي، ولكن كما ذكرت لك زميلي بأن مركز بنغازي الطبي والأستاذ خليل قويدر المتحدث باسم المركز حتى هذه اللحظة لم نستطيع التواصل معه، ذهبنا أيضا إلى المركز ولم نجده بسبب قلة توفر إمكانية الاتصال. أيضا مستشفى الجلاء تواصلنا مع الأستاذة فادية البرغثي مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، أكدت أن هنالك جرحى وهنالك قتلى ولكن لا تستطيع إعطاء الإحصائية اللي ذكرنا هذا الشيء في حلقة أمس، أن هنالك بعض الإعلاميين الذين تنقصهم بعض المهنية في تحجيم في يعني يكبروا في العدد، يعني يجد. نعم. العدد خمسة أو ست جرحى وصلوا. نعم. مراسلنا محمد المجمري أشكر جزيل الشكر، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي. أنا أعتذر جدا على المقاطعة، آسف أخي وزميلي أكيد محمد، شكرا لك. هذي ما مالهم إلا الهروب، انت والله هاربين، عارفينهم هاربين، ما زال ساعد الحقوهم، ما زال أخرى، وين يطيروا؟ وين بيطيروا؟ وراهم النار هذي ما وراهم النار، انت والله ليبيا نطفوها أشبر أشبر إن شاء الله، ليبيا نطفوها أشبر أشبر، خليهم يهربوا، ما زال كان شيخ يخشوا على البحر، رانا وراهم وراهم. فرق بين اللي يطلب في البساط الأحمر وبين اللي يطلب في النار، تريس.
والله نشهد بالله انكم ترفعوا الراس. تصبحوا على خير.